بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم بشرى من الواحة نت. الواحة نت قناة تقنية إخبارية تقدم كل جديد في عالم التقنية والأخبار. اليوم نشرح لكم كيفية إنشاء صفحة على الفيسبوك بالموبايل فقط، وإلى الشرح. فيسبوك، ندخل على تطبيق فيسبوك، ندخل على صفحات، نختار إنشاء. تظهر لنا هذه الواجهة بهذه الطريقة. بدء الإنشاء بالنقر. على بدء الاستخدام فإنك توافق على شروط صفحات الفيسبوك. نضغط على بدء الاستخدام. ماذا تريد تسمية صفحتك؟ نختار اسم الصفحة هي التي تظهر للجمهور. اختار صفحة، مثلا صفحة، هذه صفحة تجريبية، سميها فكرة للمعلومات. نختار التالي. انتظر قليلا. ما الفئة التي تصف هذه الصفحة بدقة؟ مثلا مدونة شخصية. نختار التالي. هل لديك موقع ويب؟ إذا كان عندك موقع نضيف فيما بعد. اضغط التالي. بعد أن نأتي إنشاء صورة الغلاف وصورة الملف الشخصي، نضغط اختيار، اختار من الاستوديو، اختار صورة غلاف لهذه الصفحة الجديدة، اختيار هذه الصورة مثلا، اختيار حفظ، يعني تحميل الصورة. انتظر قليلا، انتظر لحظة حتى يتم تحميل الصورة. تم تحميل صورة الغلاف بنجاح. صورة الملف الشخصي، نختار من الاستوديو صورة، ثم نختار حفظ، يعني التحميل. ننتظر قليلا حتى يتم تحميل، يعني تحميل صورة الملف الشخصي. انتظر قليلا حتى يتم تحميل، ثم انتظر قليلا. انتظر قليلا حتى يتم تحميل صورة الملف الشخصي. إذا تم تحميل صورة الملف الشخصي، نعمل ضغط حفظ. كده تم حفظ صورة الغلاف وصورة الملف الشخصي للصفحة الجديدة، صفحة فكرة للمعلومات على الفيسبوك. هذه هي تظهر في للعامة صورة الغلاف وهذه صورة الملف الشخصي. نجي لاختيار اسم المستخدم، نختار اسم مثلا فكرة 3 فكرة 13، هذا الاسم المستخدم. توفر، نضغط اختيار حفظ. تم حفظ اسم المستخدم بنجاح فكرة 13. نضغط موافق، وكذا تم إنشاء صفحة فكرة للمعلومات على الفيسبوك. نعمل على تحديث الصفحة. هذه هي الصفحة فكرة للمعلومات، صورة الغلاف وصورة الملف. وبهذا يكون تم إنشاء صفحة فكرة للمعلومات على الفيسبوك. هذه هي تظهر الصفحة للعامة، صفحة فكرة للمعلومات تم إنشاء عن طريق الموبايل فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.